القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. اتصال آخر اتصال. ألو. مرحبا. مرحبا، مين معي؟ أنا الفنان بشار إسماعيل. أهلين أستاذ بشار، تفضل. كيفك حبيبي؟ الله يخليك يا رب حبيبي. أنا مل قلبي من الحديث عن الديمقراطية. في ديمقراطية عرفها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بنهج البلاغة، إذ قال: والله لو وليت الوسادة، يعني السيادة، لحكمت أهل القرآن بقرآنهم، وأهل التوراة بتوراتهم، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الزبور بزبورهم. نقطة، انتهى. قبول الآخر، هذه هي الديمقراطية. فلبقى حدا ينظر بهذه المسألة يلي جايتنا من الغرب، بدهم يفرضوا علينا ديمقراطية سخيفة وساقطة بالأصل. هذه وحدة. اثنين، أنا بتصور بهذه الفترة يلي عم تمر فيها سوريا وتتعرض لمؤامرة ليس لها مثيل في تاريخ الدنيا، إنه أي تظاهر، إنه أنا الساعة 12 بالليل ووحدة بالليل بيطلع واحد لوطي اسمه العرعور، بيطلع على القناة، بيخلص، تطلع العالم بتصير تنادي بالجهاد، الجهاد باتجاه إسرائيل، باتجاه الشعب الذي لا يؤمن إطلاقا إلا بوجوده هو، وباقي الكائنات كلها حيوانات أو عبيد له. فلذلك لا بقى حدا يحكي في شيء مقدس عم يقتلوه كل يوم. هذا المقدس هو الجيش والقوات المسلحة الذي نقبل أقدامهم ليلا نهارا. وأنا أدعو كل السوريين إذا أرادوا أن يزدادوا شرفا أن يرتدوا البدل العسكري. يلي حدا ناقصه شرف لازم يرتدي البدل العسكري. السيد بسام اللي عم يحكي أنا بحترم. ألو. أيوة، أنا بحترم. أنا بحترم رأيه، أنا بحترمه وبحترم رأيه، ولكن في هذه الفترة يجب أن ينتهي كل الحديث إلى أن ننقذ سوريا من هذه المؤامرة التي تريد أن تحرق سوريا. وسوريا لن تحترق لأنها هدية الله، وهدية الله لا يستطيع أحد في هذه الكرة الأرضية أن يحرقها. بعد ما بنخلص من هؤلاء الكلاب الساقطين، الفجرة، القتلة، الذين يمارسون كل أنواع القتل وكل أنواع الهدم لسوريا العظيمة، ساعتها منبلش بقى نحكي بما يجب أن يحكى به. نعم. أنا بقول لك في مجموعة أخطاء كبيرة، في ناس عملوا بروج عاجية، في ناس عملوا حالهم ملوك في المال، في عالم خانوا البلد. يعني أنا مثلا بطلب من 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 كل الجهات المسؤولة أن تحاسب مديرية الجمارك العامة، الضابطة الجمركية، كل من ساهم في إدخال هذا السلاح ولم يكن سهران على حماية هذا الوطن العظيم، هذه سوريا العظيمة. أنا بقول لك لازم يتحاسبوا، لازم يعدموا. نعم. لازم يتحقق بكل شيء، ولكن يجب أيضا أن يعدم على شاشات التلفزيون كل من دنس الجيش العظيم، الجيش البطل، الجيش الذي نفتخر به، الذي هو خليفة الله على الأرض. من اعتدى على الجيش أنت تعلم بأنه اعتدى على كل مقدسات الأرض. فالله يخليكم يا أستاذ بسام، بحترم رأيك، بحترم كل فكرك، بحترم كل شيء حكيته، على عيني وراسي أنت. بس هلأ لحتى ننتهي، هل زي اللي عم بيصير جرائم النكراء التي ارتكبت خلال هذه الفترة والتي توجت بارتكاب هذه الجرائم النكراء في جسر الشعور من ناس أنا بعرفها. اليوم أنا التقيت بواحد مدير منطقة بدامة، تكلم كلاما أنا وقف شعر رأسي منه. هرب وقال بالحرف الواحد: لقد نجيت من هذه المسألة لأنني أنا كذا، يعني من طائفة كذا. لقد ما رأيته، كان الولد كتير في حالة يرسى لها، في حالة يرسى لها، ارتكبوا الجرائم. وعم يحكي لنا انه حفروا حفر كبيرة ودفنوا فيها الجثث التي قتلوها ليتهموا سوريا العظيمة
بأنها أو الجيش السوري بأنهم هم من ارتكب هذا. نحن نتعرض لمؤامرة كبيرة، يجب أن نسكت جميعا عن التكلم بالديمقراطية الأمريكية، بالديمقراطية الإسرائيلية، بالديمقراطية البريطانية. لعن الله على كل الغرب. نحن سوريا مسؤولين عما نفعله نحن. نعم. بالثورة الفرنسية قضوا على كل مفكرين. نعم. أما نحن نقضي الآن على كل الساقطين في هذه البلد. أنا أدعو كل السوريين بكرة للاعتصام أمام السفارة السعودية، ونطالب الملك السعودي بتسليمنا هذا الساقط، الابن الساقطة، العرعور، الكلب الحقير السافل، الذي هو مسؤول عن كل دماء السوريين التي أريقت في سوريا. نعم. وشكرا لكم. شكرا كثير لك الفنان. نعم. بشار إسماعيل، شكرا كثير لك لمداخلتك. هذول احنا ولا نبدل مطارحنا ولا نساوم على الخوة وعلى النخوة والمروة. رسمنا اسمك وشم عقلوبنا وطيفك على راياتنا يا ابن الأصل، صوتك على كل المدى ابشر ترب دماتنا. للموت نمشي لحدا وهذه من عاداتنا.